هاي. سببت الحرائق يلي غزت الأحراج اللبنانية مؤخراً بأكثر من 100 إصابة بين حالة اختناق وحروق وحالة وفاة. لهيك في مجموعة من الإجراءات يلي ممكن اتخاذها لتفادي مخاطر الدخان المنبعث من الحرائق خلال فترة الحرائق وبعدها. ضرورة البقاء بالداخل مع إقفال البواب والنوافذ، تشغيل المكيف على إعداد إعادة الدوران وتنظيف الفلتر كل فترة، تجنب مصادر التلوث الداخلي مثل التدخين، التدفئة، الشموع، البخور والقلي والشوي داخل المنزل، واستخدام المكنسة الكهربائية، إقفال النوافذ والفتحات بالسيارة وتشغيل المكيف على إعداد إعادة التدوير، وضع الأقنعة الخاصة يلي بتحمي من الدخان ومش الأقنعة الطبية، بالإضافة لمستلزمات الطوارئ بحال الاضطرار لمغادرة المنزل سريعاً. مين قال تنذكر وما تنعاد؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.